منا في السلام في قالت وشعبنا اللي مطاربنا في السلام في يا مروح بلادك والشمس غابت عدنا اللي مطاربنا في السلام في غن صوت المحبة من نقوم ارتوانا ارحمونا فضيلة من نقوم ارتوانا يا مروح والمي من نقوم ارتوانا عدنا اللي مطاربنا في السلام في يا مروح بلادك وين وين شمس غابت عدنا اللي مطاربنا في مشاهدينا الكرام، أحبابنا الكرام، جمهورنا الكريم خلف الشاشات والحاضرين، أهلا وسهلا بكم في فقرة الميدان يا حميدان، وصلوا على النبي العدنان. اللهم صل وسلم عليه. من هنا من المجد محافظة حضرموت سنبدأ لعبة جديدة وتحدي جديد. أخي زيكو، أيوة، أنت فريق أخي الأحمر. فريقي الأحمر. الأصفر. فريقك الأصفر تبعي. هل أنا أعرف بفريقي؟ أيوة تمام. اسمك؟ اسمه؟ نوح. ها؟ نوح مبارك. نسيت اسمك؟ ما شاء الله نسى اسمه. مالك عوض. مالك عوض. عبد الله. عبد الله. يونس. يونس. أحمد هايمن. أحمد. يا سلام. تحية للفريق الأحمر. حلو. طبعا فريق الأصفر الآن نتعرف عليهم. اسمك؟ عوض مبارك من العيضان. والنعم؟ تامر أحمد. والنعم؟ سالم محمد المجدي. أها. أحمد علوي. أحمد. عبد القادر أحمد. عبد القادر أحمد. الفريق الأصفر، أقوى تحية للأصفر. يا سلام. طبعا أعزائي المشاهدين، الجولة الأولى ستبدأ عند أمامكم تايرات. أيوة. الإطارات حق السيارة. تمام. كل واحد على واحد بيتقفز فيهن. المرحلة الأولى. المرحلة الأولى ومربوط القدمين. طيب. واللي بيوصل الأول هو الفائز. طيب. جاهزين؟ جاهزين. نحن مشاهدينا الكرام. أيوة. تابعونا مع الجولة الأولى. الجولة الأولى أعزائي المشاهدين، وطبعاً قبل ما نبدأ نحن فائزين بدون أي مقدمات. خلي الكلام، هذا الكلام خليه له، أهم شيء التطبيق، صح ولا لا؟ ها الفريق الأحمر هو اللي بيفوز. حلو. يلا جاهز. نحن بنحب الكلام الكثير، لكن الفريق الأصفر اللي بيفوز، أقوى تحية له. طيب طيب. يلا يلا جاهزين؟ يلا نعد مع بعض. نعد مع بعض مع بعض مع بعض. يلا يلا مع بعض. يلا تحية حيوم. يلا. Oh!
شوط من الجولة الأولى. انتبه ضروري نعادلهم، ولا إذا حسموا حيحسبوا الجولة لهم. جاهز؟ شجعوا الأحمر. أصفر أصفر أصفر. أيوة أيوة أيوة. لا تروحوا لا ولا. خليكم. جمهور الحج واحد. يلا أيوة بسرعة. أنا أرجوك ضروري نفوز. يلا يلا. حلو حلو. لو سمحت يعني بسرعة. أيوة أيوة بسرعة. انتهت الجولة الأولى طبعاً بفريق الفوز الأصفر، ثلاث نقاط مقابل اثنين للأحمر. تحية الأصفر. الجولة الثانية موعدنا. لا تتعب نفسك. الجولة الثانية أعزائي المشاهدين نفس الجولة الأولى. أيوة. بس في عوائق. هذا السطل فوق راسه ويروح ويرجع ومحافظ على كمية الماء. نعد لهم. يلا انتبه. يلا. براحتك براحتك. اها يلا بسرعة. بسرعة. فوق راسك فوق راسك. ايوه. بسرعة بسرعة بسرعة. يلا نعد لهم. واحد. دش محترم انا واخي زيكو معي ملي وله. المهم الان الجوله الاخيره نفس اللعبه
بس في كرات يحافظ على الكرات، يروح ويرجع ومحافظ على الكرات. جاهزين؟ نعد. هذا الشخص الآن بتحسمها. يلا نعد. واخر لاعب مع الاصفر مع يحسمها، هو بيحسم جميع الاشواط ويكون هو المركز الاول. انتبه. جاهز؟ جاهز. جاهز؟ اوب عليك. نعد نعد. واحد اثنين. يلا 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 يلا. معد البرنامج هنا بحكم ان احنا اختلفنا طبعا، يقول لازم نحسم هذه الجوله الاخيره انا والاستاذ خالد. جاهز؟ جاهز. لا تتعب نفسك، ننصحك انا. زك نوني. التحدي وخلصت اللعبة من هنا من الميدان الحميدان، والنتيجة يعلنها خزيكو. ايش يعلن هو الفائز؟ اعلن. ايش نعلن احنا الفائزين؟ اعلن. تشتي تعادل؟ تعادل. اهم شيء انك تروشت وتحممت واخذت لك دش حلو ونعيما. اثبتت لي هذه اللعبة انه انا وياك بس نكون قايدين وبس. حبيبي الله يعطيك الصحة والعافية. طبعا الجمهور كان فظيع، ولكن اللاعبين كانوا افظع وادائهم جميل والكل متعادل، ونحن هنا طبعا نعلن التعادل للفريق الأحمر والفريق الأصفر. قدمنا الجوائز. الجائزة 100,000 للفريق الأحمر و100,000 للفريق الأصفر.